وجيت بقى لحتة تانية عشان المشاهد يبقى مخه اتظبط كله ان نقول تبقى عارف انت مين وانت عايش ليه وكل يوم تراجع اولوياتك وانت مين وانت عايش ليه. وانا بعمل الدراسات دي وافكر فيها لقيت عالم من العلماء بيقول كل الناس في الدنيا عندها اهداف. ده كان عكس قناعاتي الاولى. كنت فاكر ان في ناس عندها اهداف وناس ما عندهاش اهداف. فقال اللي عايز يغير موبايله ده هدف. سواء هو فهم ده او ما فهمش. اللي عايز يغير العربيه ده هدف سواء ادرك ده او ما ادركش. فكل الناس. قال الفرق بين انسان وانسان او اللي بيصنع القيمه والمعنى في حياه واحد عن التاني هو نوعيه الاهداف. نوعية الهدف. فأنا بقول للمشاهد إيه نوعية الهدف اللي عندك؟ صح ولا غلط يا سنزار؟ نوعية الهدف. ما ده عنده هدف وده عنده هدف، لكن في فرق بين هدف وبين هدف. هتلر كان عايش لهدف، لأن العلماء علماء النفس يقولوا إن وجود الهدف يحدث توازن، بس الهدف يكون ليه توازن في الشخصية بشرط الهدف يكون ليه شروط معينة. هتلر كان عنده هدف لكن قادوا إلى الجنون. جون ويسلي عنده هدف قادوا إلى البركة، صح ولا غلط؟ صدام حسين كان عنده هدف لكن الأم تريزا كان عندها هدف. صح؟ يعني الله عنده هدف والإنسان عنده هدف. أنا بقى يبقى عندي هدف. الهدف ده بقول لكل واحد بيشوفني كل ما كان الهدف خارج دائرة ذاتي كل ما يحدث القيمة والمعنى في حياتي. يعني أنا مش عايش لذاتي، مش أنا مركز نفسي، لا ده أنا عايش لأن عايش لربنا وعايش للملكوت. فالهدف إن عايش للآخرين، أنا عايش لمجد الله، أنا عايش لخير الناس. المسيح قال جملة جميلة: من وجد حياته من أجلي يضيع ومن أضاع حياته يجدها. شوف من وجد حياته يضيع من أضاع حياته يا نهاري. يعني اللي يجعل ذاته هي المركز هو بيضيع نفسه. لكن إنجاز التعبير اللي يبذل ذاته من أجل الآخرين هذا يجدها. مشان هيك لازم ندرك قسيس إنه حياتنا على الأرض قصيرة. وهذا هو يعتبر زي قشرة. يعني بالزبط. لأنه الله بيتعامل مع النفس. النفس بالزبط. أبدي وخالدي. بالزبط. والكتاب بقول بالزبط. ماذا يجد النفع لو ربح الإنسان العالم كله وخسر نفسه أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه.